دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم أفضل تصديات الجولة. حرة هتتلعب، عالية الكورة، وادي هنا الرأسية اللي بتتلعب وعالسقف الجرني، عالسقف الجرني يتألق ويطلعها إلى خارج الملعب وإلى ركنية. هي الكورة اللي اتلعبت، وعادي هنا الارتقاء بالرأس، وعادي هنا حتى اللحظة الكرة بتصل إلى النصر من بعيد قوية. يا رب يا الله، هذه اللقطة من بعيد جرب ناصر وصوب، لكن حارس المرمى الكسار يتهلبت. مرة تغييرين تركهم إلى الدقيقة 90، هذه كرة ملعوبة، حمدان يلعب الكرة خطيرة، أخطر فرص المباراة. بيت الملعب متى بينزل دوشي؟ شوف التسديدة الماضية، هذه يمكن أكثر شيء يعني فيها في مكان سليمي لأحمد الفريدي. الله على الصناعة، شيء يحاول توما سوف قوية. يا رب أكثر حماس أكثر متعة، شوف كرات إيفان، شوف عرضيات إيفان، شوف الفريدي لمسة باتجاه شايع وصلت بعد ذلك إلى مارين، لكن حاول يعدي يلعب الكرة بينية خطيرة.